بسم الله. دلوقتي لو انا عايز احط شوية اشجار، في عندي طريقتين موجودين في قلب البرنامج انفراوركس 360، هلاقي عندي رو اوف تري وعليه عندي ستاند اوف تريز. طيب خلينا نعمل الرو الاول، اللي هو ان انا هعمل صف من الاشجار. بلاقي عندي انواع كتيرة من الاشجار زي ما احنا شايفين، اي نوع هختاره وهبدأ ارسم صف من الأشجار مثلا بالطريقة ديت أهو، كأن أنا بعمل سور من الأشجار. لما أخلص بتس مرتين بيظهر عندي سور من الأشجار بالشكل دوت، تمام. طبعا الخصائص بتاعته أقدر أعدل فيها في أي وقت زي ما أنا عايز. خلينا مثلا نعمل سيلكت على شجرة واحدة فيهم بس، تمام. بتلاقي الخصوص بتاعتها بحيث تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. خليني اعدل من هنا، اقول مثلا عايز اكبر الشجرة شوية، تمام، عايز الفها، تمام. كل الحاجات دي اقدر اعدل فيها. طب لو انا عايز اعدل في مجموعة الاشجار دي كلها مرة واحدة، اولا من خلال النقطة دي اقدر اعدل المسار بتاعي بالشكل دوت. طب انا عايز اعدل في الحجم، هدوس هنا مرتين على الشجرة، عمل عليهم سيلكت كلهم مرة واحدة، تمام. هلاقي ان انا ممكن اكبرهم بالشكل دوت، تمام. اقدر احركهم كلهم مرة واحدة، اقدر اعمل لهم روتيت، يعني التعديل سهل جدا زي ما احنا شايفين. اقدر مرة واحدة من هنا اتحكم في الحجم بتاعهم، طيب. ايه الطريقة التانية اللي هي ستاند اوف تري؟ هرسم كمية من الأشجار، عملت كل المنطقة دي مثلا مخصصة للشجر، هبدأ أرسم مكان ليها بالشكل دوت، وردت مرتين لما أخلص رسم. دي الأشجار بتاعتي. ممكن اعمل سيلكت على شجرة واحدة واعدل الخصوص بتاعتها، او ادوس مرتين على اي شجرة بحيث ان هو يعمل سيلكت عليهم كلهم، واقدر اعدل فيهم زي ما انا عايز. ممكن ابدأ اكبرهم، اتحكم في حجمهم، انقلهم بالشكل دوت، اعمل لهم روتيت. لو انا عايز اغير ستايل شجرة او مجموعة شجر، اختار منها ستايل باليت، اقول له انا عايز 3D موديل. هل هنا مثلا لو انا عايز اي حاجة 3D زي الاشخاص زي العربيات، اختار هنا الفيجيتيشن. دي انواع شجر، ممكن نروح نحدد اي شجر هنا، وليكن مثلا النخلية ديت، دي عايز اغيرها نوعها، اختار النوع اللي انا عايزه واسحبه واروح حاطه، الاقي نوعها اتغير للنوع اللي انا عايزه.